مساكم الله بالخير. انا والله قاعد انتظر افتتاح يا غالي. اولا الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك النور. بفضل الله ومنته وتوفيقه من الله علي. دقيقه خليني اتاكد من الله. من الله عليه سبحانه وتعالى ب ب ب ب بالمال والتجاره والصفقات الاخيره سويناها ان شاء الله نذيب وسميناها شركه مفتاحكم بحكم ان احنا سوينا اقفال انا واخوي يعقوب واخوي فهد الحركان مجمع الاولى. فالمكتب الرئيسي في باريس وهذا ان شاء الله راح يكون المكتب الفرعي حندشنا هنا واللي بي يعني يستثمر فلوسه او معاه شيء انا تحت امره باليمين يقدر يراجع الاخوان اذا كانوا موجودين. اخوي المستشار الرسمي سلطان القحطاني حبيبي الله يعطيك العافيه. شرف طال الله يعطيك العافيه حبيبنا فبارك لك ان شاء الله انت تذيب. تعرفون من الماركه الشخصيه تعرفون من الماركه تعرفون من الماركه الشخصيه حتى المستشار اعتقد ان الماركه الشخصيه واضحه على ما قال الاستاذ سعيد الله يطول في عمره والدكتور سعيد. الماركه الشخصيه معروفه اللي هو سلطان قحطاني. الماركه الشخصيه بسكسوكته فارق بين السكسوكه والقفل. لا انا المشكله ما عندي هنا فارق بين اللي متسلفها والاصليه. طيب الله يبارك لكم الشركه عارف من الماركه ماركه الشخصيه والتقليد فلذلك اهنيكم على هذه الشركه والله يوفقكم ان شاء الله وياك ان شاء الله. بعدي احد بيقول كلمه شيء يا اخوان حقيقه يبا الله يبارك فيك ان شاء الله في الشركه حبيبي يعقوب يعقوب المبارك ربي ان شاء الله يرزقنا من رزقه وحنا ابناء الوطن لابد ان ننهض بهذا الوطن وان نكون شغالين نعم 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 كل منا عنده القدره والاستطاعه على ان ينهض ببلده. نعم ينهض ببلده كل مجاله كل فنه كل ابداعه. شوف نفسك وش انت مبدع فيه وابدا استمر هذا مما يزيد الله عليك للوطن من افتخار في ابنائه ومما يزيد من يعني الدخل المادي في البلد حتى لا يعني لا نحتاج ان يعني على جانبه هذا نعم إيه؟ نجيب من الخارج من نفس البلد منه وفينا هذا الحمد لله اللهم لك الحمد منذ ان تاسست هذه الشركه على ايادينا الى اليوم طاحت ونزلت طاحت الله انك تخلف على شيبانه يلا وما يطلع عبد الله طال عمرك احنا ما نبغى نحتاج ما نبغى نحتاج لا 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 ناخذ من خارج وطننا بل نريد ان نستثمر من خيرات وطننا هذا اللي حرصنا عليه طول عمرك نعم ولقينا الشركه هنا وهذا فرعها في ارض الوطن عقبها ان شاء الله بتكون في الخليج عندكم في الكويت باذن الله عند سوق ان شاء الله اما المناخ ولا سوق المقصيص ولا سوق المباركيه اللي تبي باذن الواحد الاحد احنا شعب قوي وانتم شعب قوي باذن الله وكلنا عينين في راس وكل يجعلنا ان شاء الله من الافضل الى الافضل ومن ابداع الى ابداع ومن ان شاء الله نكون من الدول المصنعه جايب لي صح الذي نهضوا ابنائها بهذا الوطن وشرفوه في المحافل الدوليه باذن الواحد الاحد ان شاء الله. هذه صلى الله وسلم على نبينا محمد اخوي ياسم انا معي لك حقوق ما حطينا معونه حقوق الطباعه بمناسبه افتتاح الشركه هنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يعطينا من خيرها ويكفينا شرها إن شاء الله. اللهم تفضل هذا الشيك مقدم. الشيك مقدم منك أنت استثمر يعني برا نعم الله يشرفك. إيه عدت الفلوس طول عمرك كم مليونين ولا ثلاثة؟ تقريبا مليون